السلام عليكم كدير، صافا بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نشاركو معكم معجون الاسنان لي دونتيفريس. كما كتشوفوا هنايا عندنا جيم بيكوتيم سامسوداين بارادونتاكس اي اوراليوم. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال النزيف اللتة وديك الرائحه يعني بدات تكون يعني في الفم، هادو بجيم تيكون بار اوردونونس تيكون ديك 70 درهم 65 درهم على حسب الى مريضه اللتة ديالهم، حيت هذا كيقيدو الاطباء بزاف. عندنا هنا بيكوتيرم حتى هو ديال 70 درهم، كاين لو شاربون، كاين بيكوتيرم بلونشور على حسب، حتى هو زوين بزاف. يعني كتحس اون فوا كتستعمل هادو يعني مزيانين بزاف. الناس اللي عندهم مشكل ديال اللتة، حنا على ابواب ان شاء الله رمضان، يعني ابار غير رمضان ولا يعني ضروري يكون عندك دونتيفريس ديالك والبروش ديالك والبامبوش ديالك. هذا ما كان باش ديما ما تكونش عندك اللتة يعني مريضه، وكذلك دوك يعني مشكل ديال الكاركير وبزاف ديال المسائل. يعني الانسان ياخذ معجون طبي زوين اللي تيكون في البارا فارماسي بثمن اللي هو مزيان ريزونابل، كما كتشوفوا هنايا غوم كيقيدوها الاطباء، فهو زوين بزاف. كاين كاع هاد لي غام اللي خرجوا لنا زوينين بزاف. والناس اللي عندهم مشكل ديال كما قلت لكم ديال اللتة، هاد اورا اليوم حتى هو زوين بزاف، ب 20 درهم فقط، فيه 75 غرام. المشكل ديال لاجونسيف اللتة اورا اليوم هو ديال فليوجونسيل، فهو زوين بزاف حتى هو. كذلك فيه اورا اليوم بلونشور نفس الثمن ديال 20 درهم، فهو زوين. اي اوسي عندنا هنايا مشكل عاوتاني ديال لاجونسيف ديال اللتة، الرائحة اللي كتكون في الفم، بارادونتاكس حتى هو كيقيدو الاطباء، فهو فيه 75 ملي، فهو زوين بزاف صراحة كما كتشوفو هنايا. مهم دونتيفريس كما بغا يكون خص يكون فقط طبي، كيتباع في البار فارماسي، من الاحسن تاخدو في البار فارماسي بثمن ريزونابل. اون ميم طون عندنا هنايا بلونشور، هذا سانسوداين بلونشور اسوان كومبلي جامعهم كاملين، بلونشير هو مبيض، توا كيحيد الرائحة ديال الفم الكريهة. كومبلي حتى هو زوين بزاف، يعني جمع ما بين رائحة الفم اللتة كلشي كما كتشوفو. المهم هذا مكان كاين غيم بيكوتيرم سانسوداين اي اوراليوم، هاد لي غام زوينين بزاف صراحة. المهم هادشي لي كاين بتمن يعني من 20 درهم للفوق، كتاخد واحد دونتيفريس زوين، هادشي لي كاين. يعني بعدك كل وجبة خصك ضروري تغسل أسنانك بمعجون أسنان طبي، هادشي لي كاين. ماشي بالضروري يعني برمضان ولا بلا رمضان عاد ناخدو حنايا دونتيفريس ديالنا، خص يعني ديما يكون عندنا دونتيفريس ديالنا باش نولفو واحد العادة، اللي باش نولفو العادة تكون مزيانة. هذا المكان حتى دوك البقايا ديال الطعام اللي تيكونوا ما بين الدروس تتسبب لنا في الرائحة الكريهة في الفم، سورتو لا كتهضر مع شي واحد، المهم كيما كان الكليون ولا نامبورت كيل. المهم ضروري الانسان ياخذ دونتيفريس ديالو، هادشي اللي كاين، وياخذ كذلك البامبوش. المهم هادشي اللي كاين.